ونسأل عن حالة مريم. لو تذكروا من أسبوع كنا اتكلمنا مع والدتها الفتاة المصرية اللي في إيست لندن، في جامعة في إيست لندن، وتعرضت للاعتداء المبرح من مجموعة من الفتيات، وكانت في دخلت في غيبوبة لمدة طويلة. أنا بنحاول إن احنا نطمئن عليها. الخارجية أصدرت بيان حينها، السفارة كانت مساندة لها، وأعتقد إنها عملت لها محامين. إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طالبت سلطات القضايا البريطانية بموافاتها بصورة رسمية عن التحقيقات التي أجريت عن وقعة التعدي على مريم. ومعي على الهاتف الأستاذ حاتم عبد السلام، والد مريم. مساء الخير يا أستاذ حاتم. مساء الخير يا أستاذ لميس. طمني على مريم لو سمحت. والله يا أستاذ لميس، مريم حالتها صعبة جدا، حصلت تطورات خطيرة. للأسف مريم دخلت، كانت جلطة في المخ بسبب الضرب المبرح، وللأسف دلوقتي احنا بنتكلم في أربع حالات بقت مشكلة في المخ طبعا اللي حصلت، والقلب، ودلوقتي بقى في السيولة في الدم والرئة. للأسف هي دلوقتي في حالة حرجة جدا. النهاردة بكلم حضرتك وهي في أسوأ حالاتها. هي فاقت يعني ولا ما فاقتش يا أستاذ حاتم؟ لا يا فندم، لا ما فاقتش خالص للأسف. هي كانت فتحت عينيها بس في مرة، وبعد كده الحاله ساعد جدا. هي حاليا دلوقتي عندها نزيف داخلي في الرئه، مش عارفين مصدره للاسف الشديد. دخلت عمليه امبارح وما عرفوش يقدروا يوصلوا للمصدر بتاع النزيف دوت للاسف. حاولوا ان هم يشيلوا الدم اللي في الرئه ويحطوا حاجه تسد النزيف في الرئه الشمال عشان ما تخش على الرئه اليمين. والنهارده كلمني دكتور ايطالي، قال لي ان الحاله صعبه فوق ما يتخيل اي بني ادم. المفروض ان هم منيمينها نوم اجباري لحد بكره، وان هي تخش بكره تعمل عمليه في منتهى الصعوبه. فنتمنى ان تكون النزيف اللي عندها دوت ما يكونش سببه نسيج الرئه، لان لو نسيج الرئه للاسف هتبقى الحاله ما فيش منها اي اقل، على كلام الدكتور اللي هو الايطالي اللي موجود معانا حاليا دلوقتي طبعا المستشفى. انا بس عشان اطلب بس من المصريين كلهم ان يدعوا لبنتي. بنتي في حاله صعبه جدا، داخله على عمليه من اصعب ما يكون. للاسف بقى لها 20 يوم في العنايه المركزه، وللاسف الحاله بتزداد سوء. وانا لحد دلوقتي لا حول لي ولا قوه. حاولنا ان احنا نتكلم ان احنا ننقلها، قال لك مستحيل، لان اصلا اريد عشان ننقلها من العنايه المركزه اللي غرفه العمليات في منتهى الصعوبه، عايزين دكتور بنت متخصص عشان يقدر يتحرك. لها ما ينفعش يتحرك. مشكورا كلمني النهارده سياده القنصل العام احمد عبد المجيد، وقال لي ان هو هيشوفوا لي دكاتره مختصين في الحالات ديت في لندن مصريين، ان هم هيشوفوا. بس الحاله الخطر اللي احنا فيها دلوقتي ان هي من النهارده لحد بكره، قادر رب كريم ان هي العمليات يشوفوا الدم ده جاي منين ويعالجوه بعيد عن نسيج الرئه. طب دي الحاله بتاعتها دلوقتي، فدعواتكم يعني بدعي لك، وكل المصريين بيدعوا لك وبيدعوا لمريم. طبعا مريم بنتنا. قول لي عملتوا ايه في الشق القضائي؟ المجرمين اللي ضربوها هل استمريتوا في الموضوع؟ اتفضل. هو الدكتور عماد ابو حسين المستشار القانوني من القنصليه المصريه، وانا طلبت ان هو يتكلم مع حضرتك برضه. هو اللي ماسك الجزئيه الجنائيه، لان انا كل اللي يهمني في الوقت الحالي ان مريم حالتها سلامه. هو عنده خلفيه عن كل الاجراءات القانونيه الجنائيه والقانونيه اللي واخدها السفاره واللي بيقوم بيها الدكتور عماد ابو حسين، وعنده الاخبار اول باول. هو غالبا اللي انا سمعت ان هم تقريبا بكره الصبح هيمسكوا بنتين كمان من مجموعه البنات وتوصلوا ليهم، وهيمسكوهم بكره الصبح قبل ما ده الكلام يعني اللي وصلني. هو الكارثه كمان ان مريم لما دخلت المستشفى طلعوها، يعني ما سابوهاش في الطوارئ علشان يبصوا عليها. كل اللي احنا فيه ده، هو كل اللي احنا فيه ده يا فندم بسبب ان البنت دخلت وخرجوها، وبعد كده جالها النزيف والجلطه. لا اله. بالظبط. كل اللي احنا فيه دوت كان ممكن يتحل لو كانت خدت الرعايه الكامله من ساعه ما دخلت، من وجهه نظرنا احنا واللي احنا شايفينه، ودي الناس اللي بتحقق فيه طبعا. لان لما رجعت بنزيف في المخ وجلطه، ولو كانت فضلت واتعملت الرعايه اللازمه، اعتقد ما كناش وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي للاسف. للاسف. طيب انا دعواتكم يا استاذ لميس. انا بتمنى ان المصريين اللي سامعيننا دلوقتي ان يدعوا بنتي في مرحله خطره جدا، واتمنى يا رب دعوه من دعوات الناس صالحه، ربنا يستجيب ليها وتقول لنا بالسلامه يا رب. يا رب. دعواتنا ليك يا استاذ حاتم.